الصحة ليست مجرد خلو الجسم من الأمراض أو العاهة، بل هي حالة كون الفرد سليماً ومكتفياً من الناحية البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية حسب التعريف المعتمد من منظمة الصحة العالمية. ولتحقيق ذلك سعت الحكومة ممثلة في وزارة الصحة على توفير كافة خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمواطن والمقيم، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي على جميع المؤشرات الصحية من خلال الكفاءات العالية والخدمات المتطورة المقدمة بالمؤسسات الصحية المتمثلة في المراكز والمجمعات الصحية والمستشفيات المرجعية. فقد استطاعت السلطنة استئصال العديد من الأمراض المعدية واحتواء أخرى وتطوير الممارسات الطبية التي تساعد على التحكم في الأمراض المزمنة. ومما يشكل رافدا إضافيا للخدمات الصحية بالسلطنة، هناك بعض الجهات الحكومية التي تقوم بتقديم خدماتها الصحية، هذا خلافا عن القطاع الخاص الذي تزايدت فيه أعداد المؤسسات الصحية لتكون الصحة ثروة الإنسان الحقيقية التي لا تقدر بثمن.